الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم، أنا دريسية فاهيم بنت محمد فاهيم. نقول واحد الحقيقة اللي هي كتعلق بالموضوع ديال سناء النرجاسي، اللي هي صاحبة فارماسيان سناء في إقامة البناني. جيت نقول باللي راه هاد سميتو كان واحد الضحية في هذا الموضوع، وهو الوليد ديالي فاهم محمد. هو الآن راه في السجن سيدي موسى، باللي هاد الوليد ديالي تنصب ليه واحد الفخ، وهذاك الفخ جا من طرف المرحوم راجلي محمد قلول، اللي هو راجلي وبات ولادي، ومن طرف سناء النرجاسي وراجل الزوج ديالها صلاح بداوي. هاد الناس نصبوا على واحد الارض، اراضي، مجموعه من الاراضي. هذيك المجموعه من الاراضي حنا ما عندنا فيها حتى شي علاقه، وما عندنا فيها حتى شي حاجه، ما عندنا في هذيك الاراضي. هي كتقول بلي هذوك الاراضي بلي راهم ديال فاهم محمد اللي هو الوليد ديالي، ولكن فاهم محمد ما عندوش هذيك الاراضي كاع بمره. والدليل على ذلك هو اننا حنا ما كنتميوش لهذه المنطقه بصفه نهائيه. هذه المنطقه ديال هذه الاراضي كتنتمي لجماعه مولى عبد الله، وحنا ما كنتميوش لجماعه مولى عبد الله، حنا كنتميو لجماعه الحوزيه ازمور. حنا ما كنتميوش لجماعه مولى عبد الله، يعني حنا بعيدين على هذه الجماعه ديال مولى عبد الله بصفه نهائيه، ما عندنا حتى شي علاقه بها. حنا اي ورقه بغيناها كناخذوها من جماعه الحوزيه ديال ازمور. بالنسبه لهذه الارض باللي يعني كانت اتفاقيه ما بين راجلي المرحوم محمد قلول وما بينها هي سناء النرجاسي وما بين راجلها صلاح البداوي، يعني متفقين على اساس راجلي هو اللي جاب هذه الارض، هو اللي جاب لي هاد الاراضي، جاب هاد المجموعه ديال الاراضي حيت كان خدام في المحافظه العقاريه وخارج في التحفيظ الجماعي. ومني جا قال لها هاد الارض باللي راها ما عندهاش ما ليها، وباللي راها منسيه وما ليها، ما سولوش فيها، اجي نخدموا على هاد الارض. مني جابها لها قال لها انا غنبقى بعيد، ولكن انت اللي غتباني في الواجهه، اما انا غنبقى بعيد. مني جابوا ديك الاراضي جمعوا باش يديروا ليها الملكيه، جمعوا 12 شاهد، بقى خاصهم شاهد واحد، جابوا الوليد ديالي اللي هو فاهم محمد اللي هو حاليا معتقل في السجن. فاهم محمد وعند العدول بالعسل حتى هو حاليا معتقل في السجن. وجابوا هذا، ملي جابوا باش يشهد سينا على اساس راه غيشهد ليهم، حط لا كارت ناسيونال ديالو على انه شاهد، كيشهد باللي الارض ديالها هي ديال سناء النرجاسي. ملي شهد ليهم على اساس باللي هاد الارض راه ديال سناء النرجاسي، شافوا السميه نفس هذا، نفس السميه ديال الملكيه ديال صاحب الملكيه الاصليه. مني جابوا لقاو نفس السميه، ناضوا جابوا لي عطاو شي اوراق اخرين، قالوا لي غتسيني عليهم غير ديال الشهاده، وعطاوه واحد الورقه، داروا فيها ورقه خاويه وسط الاوراق سينا فيها على اساس باش يكتبوا فيها هما الاشهاد ديالهم. هذاك الاشهاد داروا فيه باللي هو شاهد على نفسه باللي انه هذيك الارض راه ديالو، وارثها على باه، وهو الوريث الشرعي، وباللي ما عندوش مو ما عندوش خوه، كاين غير هو وخوه عند والديه، امو ميته وخوه حتى هو ميت، يعني هو الوحيد، هو الوريث الشرعي اللي بقى، باللي بقى كيتملك هذوك الاراضي، وباللي راه هو اللي بيع له. واش كاين شي حد عنده الارض ديالو وكيشهد في الاول باللي راه هذه الارض راه ديال سناء النرجاسي، وكينوض من بعد كيكتب ليها باللي راه بيع ليها، راه لا يعقل. وهي كتقول باللي انا، باللي هي كتعرف الوليد ديالي اللي هو فاهم محمد، كتعرفه من مده من 2000 من 96، وهي كتعرف الوليد ديالي. يعني ما يمكنش هي كتعرف الوليد ديالي، حيت هي عرفت الوليد ديالي غير تال 2014، وعرفته على طريق الزوج ديالي محمد قلول، هو اللي جابوا ليها، وباللي راه هو اللي جابوا باش يشهد ليها وداك الشيء. وزيادة على ذلك هي كانت متفقة مع الزوج ديالي على أساس غادي يقابل لي هذاك الشيء الدواسة في المحافظة باش ما يدخل لي لا تعرض لا والو، وهو غيرد ليها البال المحافظة باش لا دخل شي تعرض يحيدو ما يخليهش، ويغبر الدواسة حتى يدوزو على خير وبخير، تتسلم القضية في يديها. وعلى الدليل على ذلك وأنه هو كانت كتسال الزوج ديالي، كتسالو 1,150,000 اللي كتسالها لي في فارماسيان، يعني الدواء، حيت هو كان مريض وكياخذ من عندها الدواء يوميا. مليون و150، يعني من 2014 ما عطاها حتى ريال، ليومنا هذا باقي ما واخذه حتى ريال من ديك المليون و150.
ودايره معاه على اساس حتى تكمل هاد لافير اللي بيناتهم وتبيع الاراضي وقص وتحيد المصاريف ديال داكشي اللي صرفات وعاد المباقي تقسم عليهم هما بثلاثه. هما بثلاثه هي سناء نرجسي والزوج ديالها صلاح بداوي والزوج ديالي محمد قلول، هما ثلاثه باش يقسموا عادي خلصها هو في داك الدواء وداك الشيء اللي واخد داك المليون و150 الف عادي هو يدير بالحكم الظروف هو مراد وتوفى يعني ما انا لحد الان ما طالبتنيش بداك الشيء، ما طالبتني حتى بشي حاجه، ما طالبتني لا باش نعطيها الفلوس ولا شي حاجه، ولكن هي حاليا كتنكر بانها هي كتسال الزوج ديالي كتسالو مليون و150 الف كتنكرها بتاتا نكرها عند الشرطه القضائيه بالمواجهه ديالي معاها عند الشرطه القضائيه نكرات بانها راها كتسال الزوج ديالي كتسالو مليون و150 الف كتقول بلي هي كتسال الزوج ديالي غير 32 الف ريال، ولكن هي وبالوثيقه وبسميتو هي وبالحكم بانها هي بالشهاده ديالها وبالخط ديال يدها بلي هي كتسال الزوج ديالي مليون و150 الف ريال وبالكاشي ديالها هي هذا خط يدها والسينياسور ديالها والكاشي ديالها ديال الفرماسيان، الدليل القاطع اللي عندي ديالها بلي هي راه كتشهد على راسها ومن 2014 ليومنا هذا انا ما عطيها حتى شي ريال وراجلي حتى ما عطاها حتى شي ريال، بلي هي عيطات دوات مع العدول وقالت لي نعطيك 30 مليون العدول بالعسله قالت لي نعطيك 30 مليون وغادي تراجع الاقوال ديالك، ما تقولش دوك الاقوال ديالك غنعطيك 30 مليون وتراجع الاقوال ديالك قدام البوليس، والعدول رفض بانه يشد من عند ديك 30 مليون بانه تا هو تورط معاهم وهو تا هو راه في سجن سيدي موسى، والعدول بالعسله ديال ازمور هو اللي كتكتب عدو هو اللي صايب لها لافير كامله من الاول حتى الاخر، هو اللي مقاد الامور ديالها كامله مقادهم لها، اي وثيقه بغاتك هو اللي كيصايبها لها، العدول بالعسله راه معروف وحاليا راه تا هو مسجون في سجن سيدي موسى، وطلبات من المحامي باش يرفع دعوه على الوالد ديالي، مني الوالد ديالي ما بغاش يتراجع طلبات منه باش يرفع المحامي ديالها باش يرفع دعوه على الوالد ديالي واحد 140 الف ريال على اساس الوالد ديالي واخذها المحامي وكان ترافع عليه وما عطاهش فلوسه، ودابا المحامي راه حتى هو رفع دعوته على الوالد ديالي، وبغيت نعرف انا هذا الشيء واش معقول ولا ماشي معقول، وبالتصريحات اللي كيقول هذاك سعيد عزيز اللي ذكر في هذا الفيديو ديالو واللي لاح هذا الفيديو ديالو بحكم بانها هي اللي سجلت داك الفيديو ماشي سعيد عزيز اللي سجل الفيديو، سعيد عزيز شاد الفلوس باش انه يسجل هذاك الفيديو سجلو وسجلاته، الدليل القاطع لانها سجلاته قدامها حدا الفرماسيان يعني حداها ماشي بعيد منها، وهي وراجلها وواحد اخر واحد السيد اخر من الجريده ديالهم هما اللي كانوا كيسجلوا هما اللي كانوا واقفين معاه وكيقولوا لي اشنو كيقول، هما اللي مسجلين داك الفيديو هما اللي دايرين داك الشيء كامل حتى هذه الجريده كينتمي لها الزوج ديالها، ودابا اللي كنطلب من العداله وكنطلب من محمد السادس وهو انه ما يمكنش هذه السيده ناصبه على هذه الاراضي كامله وزايده ومازال ناصبه وناصبه وناصبه على جميع بزاف الناس ناصبه عليهم، ما يمكنش هذه السيده تبقى مطلوقه ودايره هذا الشيء كامل واللي هما ما دايرين والو مسدودين في الحبس مخشيين في الحبس داخلين كيتعفنوا في الحبس الداخل، وهي مطلوقه على اربعه يعني ما عندها حتى شي مشكل كدير اللي بغات تخرج الوقت اللي بغات تدخل الوقت اللي بغات ما عندها شي مشكل، فاهم محمد اللي هو الوالد ديالي كان عاود شد واحد الشده واحده اخرى قبل من هاد الشده اللي هو حاليا مشدود دوز فيها 48 ساعه عند الشرطه القضائيه وخرج، ومني عيطت ليها ودويت معها قلت ليها سناء راه الوالد ديالي راه شدوه البوليس اشنو غديري معايا دابا اشنو غديري معاه دابا، قالت لي صافي غير سيري كوني هانيه انا غادي نخرجو وراه غادوز 48 ساعه ديالو وغادي يخرج، وبالفعل كان سقد الكلمه ديالها خرجاته من سجن خلصات عليه 2 المليون ديال الكفاله في الصندوق في المحكمه وخلصات وعطات 8 المليون تصمصيره في المحكمه ما بين قاضي التحقيق وما بين قاضي التحقيق وما بين التصماصرين اللي كاينين في المحكمه، هذا خلصت عطاتها كاش حطتها عاد خرجته من تما وبقات الامور كما هي، وزياده على ذلك انا لقيت الزوج ديالي باللي انه داير لي واحد البقعه ارضيه حتى انا في سميتي، وهذيك البقعه الارضيه كانت ضمنها حتى هي مدخلين هذيك البقعه الارضيه انا لقيت فيها جوج الخدامه ونص اللي دايرها لي في سميتي، وانا لقيت السيد مولاها ملي لقيت مولاها انا تنازلت لي عليها في المحافظه حيت انا ما شاريه حتى شي بلاد وما عندي حتى شي بلاد
مادام انا ما شارياش بفلوسي وما عندي حتى شي حاجه ما يمكنش ليا نشد شي حاجه اللي ماشي ديالي، وسلمت هاد الارض، سلمت من نيبان مولاها سلمتها ليه، وهل الاشهاد ديالي والتنازل ديالي في المحافظه العقاريه باش تنازلت لهذا السيد على هاد البلاد. وهاد البلاد ملي جينا نطالعوا ولقيناها لقيتها مدخلاها ضمن الملكيه المزوره، حتى هي مدخلاها في الملكيه المزوره وبعيده على هاد الاراضي الاولين اللي هما كاينين، بعيده عليهم ومدخلاها في هاد الملكيه، وهاد الارض ديال مولاها بوحده. علاش هاد الارض كتنتمي لواحد السيد وهنا دخلها في الملكيه اللي هي كتنتمي لناس اخرين ماشي ديالهم، ومدخلها في نفس الملكيه، وهاد الاراضي هاد الملكه هاد الاراضي هاد البقعات كاملين كل بقعه ديال واحد ماشي ديال وحده، ماشي ديال واحد بوحده، كل واحد عنده بقعه هنا، وهي نار دارتهم في ملكيه وحده وزورت الملكيه، وهاد الملكيه المزوره هي هادي. هاد الملكيه هادي دابا هاد الملكيه دابا دايرها في سميه فهيم محمد با، حتى الارض اللي كانت في سمي اللي داروها ليا في سميتي حتى هي داروها في نفس الملكيه، باللي انا غير ورثهات انا من عند با. انا با باقي حي وعندي خوتي معايا، ما يمكنش انا الوحيده اللي غادا نورث انا في با. هي ذكرات باللي با ما عنده حتى شي واحد هو الوريث الشرعي، ولكن با عنده خوته، عنده امه باقي حيه، راه باقي حيه ترزق، وخوه باقي حي، وتا لنفرض خوه ميت عنده ولاده، لنفرض خوه ميت عنده ولاده، هي حاطاه في المحضر ديال البوليس باللي هو الوريث الوحيد عند باه. وهذا الاشهاد ديالي انا باش شهدت به عند البوليس، الاشهاد ديالي باش شهدت عند البوليس، شهدت بهذا الشيء اللي قلته دابا في الفيديو، انا كله شهدت به هنا عند البوليس. وهي كتقول باللي با كان خدام عند باها، وبا معمرو خدم عند باها، با شايفو راه ولكن معمرو خدم عند باها، وبا كان خدام في الكار، كان خدام في طاكسي صغير، وعندي الوراق وعندي الوثائق ديالو باش كان خدام، عندي الكاشي عندي الكارني ديالو ديال الكاشي ديال البوليس باش كي بوانتي عند البوليس في الطاكسي صغيره وطاكسي كبيره، وعندو لاسينيسيس ولاسينيسيس بين لي كلشي فين كان خدام، اي واحد خدم عنده كيديكلاري بيه في لاسينيسيس، ولا كتصاب باها مديكلاري بيه في لاسينيسيس راه راه كان خدام عند باها. هي مولفه بالنصب والاحتيال، هي كتنصب على بنادم، هي الدرجات كتمشي عند الفرماسيان كتمشي عندها على فنيده ديال الراس ضارك راسك، كتقول لك دي معاك هذا اونتيبيوتيك، ودي معاك هذا وهذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا، وتبيع لك الدواء تبيع لك شي دواء تمن اللي عندك حتى علاقه به. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.